أهلا بكم في درس جديد من تعلم الجافا سكريبت. سوف نقوم في هذا الدرس بالتعرف على الكونستراكتورز والبروتوتايبس. الكونستراكتورز بداية أقوم باستخدامها في حال أردت إنشاء أوبجكتس تتشارك فيما بينها في البنية والأتريبيوتس من حيث الهيكلية، وتختلف فيما بينها من حيث القيم. بينما البروتوتايبس فأقوم باستخدامها والذي من خلالها أستطيع أن أقوم بإعادة استخدام أكواد دون الحاجة إلى إعادة كتابتها ونسخها من جديد في كل Objects أقوم بإنشائه. سوف نقوم بذكر أمثلة للتوضيح. بداية، كما تعرفنا في الدروس السابقة، أستطيع إنشاء Objects بأكثر من طريقة، إما الطريقة التصريحية وإما باستخدام الكلمة المفتاحية New. وفعلياً عندما أقوم باستخدام الكلمة المفتاحية New، فعلياً هنا أقوم باستخدام الكونستركتر الخاص بهذا الأوبجكت، سواء الأوبجكت العام new object أو أيضاً أستطيع استخدام new array وغيرها من البيلد-إن الكونستركترز الموجودة مسبقاً في لغة البرمجة JavaScript. وطبعاً هذه الأوبجكت لا أقوم بتمرير أي بارامترات خاصة بها، بينما إذا أردت تعريف كونستركتر خاص بي فأقوم بتعريفه باستخدام الفانكشن. كيف ذلك؟ في البداية كنا نقوم بتعريف الأوبجكت مع الأتريبيوت الخاص بها بأكثر من طريقة، فأقول هنا في حال تعريف أوبجكت باستخدام الطريقة التصريحية مع الأقواس المتعرجة، وهنا أقوم بذكر أسماء الأتريبيوت في كل مرة أقوم فيها بتعريف أوبجكت جديد. فمثلا إذا كان لدي هنا نيم لاعب تعيين إن واحد مع نمبر بهذا الشكل، في حال أردت إنشاء أوبجكت ثاني فيجب علي أن أقوم بذكر الأتريبيوتس مرة أخرى وتعريفها من جديد. بينما إذا أردت اختصار هذه العمليات باستخدام كونستركتر يتضمن هذه الأتريبيوتس، فسوف أقوم بإنشائها على الشكل التالي. سوف أقوم باستخدام الكلمة المفتاحية function والدلالة على الكونستركتر باستخدام الحرف الأول capital letter، فأقول هنا مثلا my record على سبيل المثال، وهنا أقوم بإدخال الأتريبيوتس البارامترات name number، وهنا أقوم بإسناد هذه المتحولات إلى البارامترات الموجودة في الفانكشن مستدعيا الكلمة المفتاحية this، فأقول هنا this number يساوي number، وأيضا بنفس الطريقة على النيم، وأيضا أستطيع إنشاء تابع بالطباعة مثلا مستخدما الانونيمس function. بهذه الطريقة على سبيل المثال، ونقوم هنا بإنشاء objects من هذا الكونستركتر بهذه الطريقة. فأقوم هنا بتعريف object1 يساوي new my record، وهنا أقوم بإدخال البارامترات، فمثلا نقول عادل والنمبر 10 دون الحاجة إلى ذكرها بطريقة تصريحية في كل مرة. وهنا في حال تعريف object ثاني نقول مثلا أحمد وهنا 20 بهذه الطريقة. وفي حال الطباعة نقول object1 print my info مع نزول سطر line break، وهنا بطريقة مشابهة على object2. لنرى الآن، قم بالتحديث، نرى الداتا كما هي هنا مستخدما الكونستركتر، وهي كما نرى أكثر ترتيبا للكود دون الحاجة إلى إعادة كتابة كل هذه التعريفات في كل مرة احتجت إليها. وإذا قمت بفحص التايب الخاص بهذه المتحولات فمثلا هنا يعني أقوم بنسخ هذه، وإذا أردت التعرف على التايب الخاص بالأوبجكت مثلا باستخدام type of نرى أنها من نمط Object،
وإذا قمت بفحصها وتأكد ما إذا كانت تنتمي الأوبجكت مثلا instance of object نرى الخطأ يبدو هناك خطأ يقول هنا أن هذه تم ضمها إلى الأوبجكت لذلك علي وضع أقواس للتفريغ بهذا الشكل نرى هنا أنها true تمام وأيضا إذا هنا قمت بوضع الكونستركتر والذي هو my record فأيضا النتيجة true بهذا الشكل وهناك أيضا طريقة أخرى وذلك باستخدام الكونستركتر ذاته واختباره باستخدام الأوبريتر شرط يساوي 3 مرات على الكونستركتر my record فنرى هنا أنها true تمام هذا بالنسبة للكونستركتر فنرى هنا أنه لا حاجة لدي إلى إنشاء وتعريف هذه المتحولات كل مرة أقوم بإنشاء Object كما رأينا في الدروس السابقة وإنما أستطيع تعريفها مرة واحدة ومن ثم أقوم بإنشاء Object باستخدام هذا الكونستركتر مع إدخال البارامترات التي أريدها هذا بالنسبة لإنشاء الكونستركتر أما للحديث عن البروتوتايبس فكما قلنا أستطيع من خلاله إعادة استخدام الكود دون الحاجة إلى كتابته مرة أخرى ماذا أعني بهذا الكلام؟ هنا كما نرى قمت بإنشاء 2 من الأوبجكتس باستخدام هذا الكونستركتر ولكن في كل مرة أقوم بإنشاء أوبجكت جديد فجميع هذا الكود أقوم بإنشائه أيضا مرة جديدة بشكل ضمني وهذا ما يؤدي إلى استهلاك في الذاكرة واستهلاك المساحة وبدلا من ذلك أستطيع تضمين هذه الخوارزميات إذا كانت مشتركة بين جميع الأوبجكتس وأستطيع ضمها إلى البروتوتايبس في الكونستركتر مما يجعل استخدامها مشترك ودون الحاجة إلى جعلها متفردة لكل أوبجكت على حد دعونا نقوم بذكر مثال للتوضيح هنا دعوني أقوم بتعليق هذه مؤقتا هنا مثلا لنقوم بذكر بعض الأتريبيوتس الخاصة بهذا الكونستركتر إذا قلت name in my record كما رأينا هذا المثال من قبل فنرى أنها true بينما إذا قمت هنا ودعوني هنا أقوم بنزول سطر line break أيضا بطريقة مشابهة إذا قمت بوضع مثلا object فهي تنتمي إلى الأوبجكت ولكن هنا دعونا نقوم بوضع هذه الأقواس وذلك لتجنب أي مشاكل قد تظهر في المعالجة يجب أن أحصل على 2 true أما إذا قمت بالاختبار على إحدى الأتريبيوتس التي هي موجودة في الأوبجكت وغير موجودة في الماي ريكورد ولكن أستطيع الوصول إليها باستخدام الأوبجكت هذه التي قمت بإنشائها دعونا هنا نقوم بإنشائها أولا فمثلا من هذه الأوبجكت هي toString فنرى أنها تنتمي إلى هذا الأوبجكت ولكنه لم أقم بالتعريف عنها بشكل صريح ضمن بنية الكونستركتر فهنا إذا قمت بالتعريف على toString نرى أنها ما زالت متعرفة عليها ضمن الماي ريكورد لأن الماي ريكورد في الأساس هو أوبجكت والإن تكون غير محصورة في البنية الأساسية وإنما تقوم بالبحث بشكل عام بينما أستطيع هنا بدلا من ذلك إذا أردت التعرف ما إذا كانت فعلا toString تنتمي إلى الماي ريكورد بشكل مباشر فأقوم هنا باستخدام ما يلي أقول ماي ريكورد has own property toString لنرى الآن سوف أحصل على false لأنها لا تنتمي بشكل مباشر وإنما تم تعريف هذا التابع ضمن البروتوتايب الخاص بالأوبجكت العام وأستطيع الوصول إلى المكان الخاص بتعريف toString كما يلي هنا أقوم بنسخ هذه وبدلا من my record أذهب إلى object بعدها prototype
has own property والتي هي toString. نرى الآن قم بالتحديث نرى أنها true. طبعا هذه البروتوتايب أستطيع تعريفها تعريف خاص حسب الحاجة وحسب المراد من كل تابع. فمثلا هذا التابع هو معرف مسبقا، ولكن أستطيع إسناد تعريف جديد على الشكل التالي. فهنا إذا أردت بباعد المحتوى الخاص في الأوبجكت 1 في التو سترينج أحصل على النتيجة التالية، مثلا أوبجكت 1 تو سترينج. لنرى نتيجة الخرج، قم بالتحديث نرى أنها أوبجكت، أي أنها غير معرفة فعليا ولكنها موجودة. أما إذا أردت تعريفها فأقوم بتعريفها على الشكل التالي، أقول هنا أوبجكت 1 تو سترينج تساوي، وهنا أقوم بتعريف anonymous function. لنقول أنها مثلا تقوم برد قيمة على سبيل المثال، نحصل على ما يلي، تم تعريفها وإسناد قيمة جديدة لها. والآن بما أنه تمت إضافة هذا الجسم لهذا التابع أيضا أستطيع حذفه من جديد، فأستطيع هنا القول delete Object 1 toString. لنرى الآن الطباعة، أقوم بالتحديث نرى أنها عادت للحالة الأولية، وهذه تبقى ولا أستطيع حذفها، أي أنه مهما قمت بالديليت الخاص بالtoString في الأوبجكت 1 فسوف أبقى أحصل على Object ولن أحصل على Undefined كما لو قمت بحذفها بشكل كامل، سوف تبقى موجودة. نرى هنا أنها ما زالت موجودة. هذا بالنسبة لفكرة عن البروتوتايب وكيفية استخدامها وتعريفها. وأستطيع أيضا أن أقوم باستخدام وإنشاء بروتوتايبس خاصة بي في حال كان الفانكشن مشترك بين جميع الأوبجكت. عندما أقوم مثلا بالطباعة فهذه مشتركة في جميع الأوبجكت المنشأة من هذا الكونستراكتر، مهما كان الاسم ومهما كان الرقم فهذا التابع مستقل إلى حد ما، ليس لديه أي بارامترات إدخال، واستنادا للمعلومات الموجودة مسبقا سوف يقوم بطباعتها. فأستطيع جعل هذا مضمنا في البروتوتايب الخاص في هذا الكونستركتر على الشكل التالي، قم بحذفها من هنا، وفي هذا المكان أقول my record prototype display my info بهذا الشكل. لنرى الآن إذا ما زلت سوف أحصل على نفس النتيجة، قم بالتحديث تمام لا توجد مشكلة. دعوني أقوم بطباعة المعلومات مثلا هنا print my info، قم بالتحديث مرة أخرى نرى النتيجة. هذه كانت بعض الملاحظات الخاصة بالبروتوتايبس والكونستركتورز، أحببت مشاركتها معكم وأرجو أن تكون المحاضرة سهلة وسلسة وتعلمتم فيها بعض الأمور الجديدة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم، أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم وألقاكم في الدرس القادم. سلام.